هنروح للكاراتيه. شابات الاهلي يفوزن ببطوله الدوري للكاراتيه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكاراتيه ايضا مدرسه كبيره في النادي الاهلي، وخرج لنا نجوم وابطال زي الدكتور مهند مجدي وزي جانا فاروق وغيرهم وغيرهم من الابطال. شابات الاهلي فازوا ببطوله الدوري للكاراتيه. فريق شابات الكاراتيه كاتا بالنادي الاهلي حقق بطوله الدوري الممتاز، واللي اتلعبت من ايام على صاله نادي طلائع الجيش. دي طبعا صور من البطوله. فرقتنا حققت الفوز في 16 ماتش، ونجح الفريق في الفوز باللقب لصالحه بعد منافسه كبيره مع فريق الصيد والشمس والمؤسسه العسكريه بالاسكندريه. مثل فريقنا في البطوله نهى عمرو وفرح طارق وناديه سيد ومريم الدالي وجنى عبد الستار ومريام خالد الحجاوي. ويقود جهاز الكاراتيه طبعا الاب الروحي لكل لعيبه وكل نجوم الكاراتيه الدكتور مراد عاصم رئيسا، ومحمد حسن مديرا للجهاز، وطارق رجب مديرا فنيا لمنافسات الكاتا، واشرف صالح مدير فنيا للكوميتي. كاراتيه في النادي الاهلي ايضا من اللعبات اللي في حته تانية، وكان اخرهم طبعا جيانا فاروق والميداليه الاولمبيه البرونزيه في طوكيو 2020.